اللبن بيقعد قد ايه في الببرونه؟ ما انا خايفه ارضعه طبيعي، جسمي يبوظ. وقريت انه لازم ينام كتير مع انه بسهرني طول الليل. وبعدين ابتدي اكله من امتى اصلا؟ شكلك عينك فيها، تاخد حتة؟ خطأ شائع عند الأمهات ومحاولة تقديم الأطعمة للأطفال في الشهور الأولى، لأن الجهاز الهضمي ما بيكملش نموه غير بعد مرور 6 شهور من الولادة. 3 شهور كبرت انت يا جميلة، تاكلي بقى. من 6 شهور بتبدأ عملية الفطام بالتدريج لحد 2 سنين، عشان نعود الطفل بشكل بسيط على أنواع أكل تانية زي الخضار والفاكهة المهروسة أو صفار البيت، وده طبعا بالإضافة للرضاعة الطبيعية اللي بتكمل معانا. انت بتعملي ايه؟ هو اللي قال لي. تحب تاكل ايه؟ تشاينيز فود ولا سي فود؟ شكلك بتحب المحشي. انت بتعملي ايه؟ لو هي بقى تقولي ان هو اللي قال لي. الفاكهه والخضار غنيه بالفيتامينات والالياف المهمه جدا لعمليه الهضم، ده غير انها بتساعد على نمو الطفل وتقويه مناعته. بس ضروري لما نقدم خضار وفاكهة للطفل انها تكون مسلوقة ومهروسة كويس عشان يسهل عليه البلع والهضم. ما تغصبيش الطفل على الاكل لان ده ممكن يؤدي لنتائج عكسية، واذا حاول يستخدم ايديه ما تمنعيهوش، بس اتأكدي ان ايديه نظيفة. هتأكد فعل الرضا. الصبر أهم حاجة، ولازم يكون فيه محاولات كتيرة لأن الطفل عادة بيرفض الأكل في الفترة دي. سيبيلي أنا الطلعة دي. أنا بقولك فعل الرضاعة.